تونس قدوة نراها تشبهنا، تونس قدوة نراها ديمقراطية اللي كنت نحلم وكنا نحلم باش بن علي يمشي وما كيفاش باش نعمل باش نعمل وصار. دونك نحلم اللي قدوة تونس القضاء نتاعها يمشي والناس الكل تطبق ليه وال نجمو نعبرو عن حرية التعبير. هذاك الكل اللي كان ماهوش موجود نحلم بيه غدوة باش يكون الانتخابات نتصور، ونتمنى اللي يجاوبوا على رغباتنا. بيان سور باش نتقايد انا، علاش باش نتقايد؟ باش نتقايد خاطر عملنا دورة ولازم نتقايد. وعلاش باش نتقايد؟ خاطر لازم نختار وين باش نتقايد، وين باش نصوت. فات نسكت في بنزرت ولا نسكت في بن جريرين ولا نسكت في كريانة، وانا ادريستي في جربة. اما لازم نتقايد باش نختار وين لازم نصوت، لازم باش نتقايد باش نشوف زادا كان كابونتي نتاعي ولا واضحة، كان ما فيهاش مشاكل. و ما نجيش نهار 23 يقولوا لي لا ما تنجمش تقايد دويو. انتخابات 23 نستنى منهم اللي مثلوني. نحب المجلس التأسيسي بتاع 23 يكون مجلس فيه العباد اللي خمموا كيفي، العباد اللي يحبوا يبنيوا مجتمع يشبهني، يشبه المجتمع التونسي الكل. لازمش 10% من الناس يمشيو يقايدوا يقولوا كاين المجتمع هذاك لازم يشبهنا احنا 10%، لا، المجتمع التونسي لازم يشبه الأغلبية، دونك الأغلبية الكل لازم تقايد. كان التوانسة ما يمشيوش يقايدوا ويمشيوش ينتخبوا، شنو باش يصير؟ باش يصير اللي 10% كان 10% برك يمشي يقايدوا وينتخبوا، 10% باش يقرروا على اللي يحبوا، باش يقرروا يقولوا احنا الأغلبية، دونك احنا بنمثلوا تونس الكل، وباش يختاروا اللي يحبوا، دونك ما لازمش. لازم الأغلبية تمشي تقايد باش اللي يكونوا منتخبين يمثلوا المجتمع الكل. عدينا 23 سنة تعبنا عليه ديكتاتورية، ومع إنه كناش عندنا الحق باش نختاروا، ما كناش عندنا الحق باش نتكلموا، ما كناش عندنا الحق باش ننتخبوا، معناتها صوتنا ما كانش يوصل ماهمش فيه. علاش؟ على خاطر هو من بعد يتصرف يعمل اللي يحب. دونك ثرنا على خاطر هكا، معناتها اون سي ريفولتي خاطر سي با بوسيبل دو كونتينيو كام سا. دونك توا شنو نحبو سيكو توا كيف نختارو كيف ننتخبو نعبرو على شنو نحبو ونضمنو لنفسنا اللي غدوة ديمقراطية موجودة. وكان غدوة ديمقراطية مش موجودة نزيد نجمو زيدا في الانتخاب اللي من بعدو نزيدو نعبرو على رغباتنا. المجلس التأسيسي باش يعمل كونستيتيسيون، دونك الكونستيتيسيون هذايا باش تحدد لا ريبارتيسيون دو بوفوار، معناتها كل مش الجستيس والليجيسلاتيف مخلطين، معناتها كل واحد عنده مأمورية نتاعو، كل واحد عنده حدوده، مش واحد يتغلب على الآخر. والمجلس التأسيسي باش يعمل كونستيتيسيون اللي تمثل رغبات المجتمع التونسي، كي فا ديفينيغ لي دغوا نتاعهم. دونك هذا الكل بون باش تعمل زادا اون اليكسيون بريزيدونسيال، فباش تعمل مش اليكسيون بريزيدونسيال باش ال فا ديتيرميني ان بريزيد ديزيني ان بريزيدون ولا ان بوفوار ان بلاس بور اون اني، مي سا سي با امبورتون. لو بلوس امبورتون سي كال فا ديفينيغ ان غوفيرنمون كال فا ديفينيغ اون كونستيتيسيون كي فا جيري لي بيي سور 50 ans. دونك سا سي امبورتون. اللي ما مشاش قايد حتى لتوا ما نفهمش، معناتها شو يستنى؟ لازم يهز بوه وخوه وامه وجاره واخته. انا كلمت سوسيتا قلت لها ما قدش عندكم من عام، قال لي عندي 1000 عام. قلت له سي ابن ساعه من زمان باش يمشي قايد، قال لي لا راه معنا برشا خدمه توا ووقت خدمه ما نجموش. كلمت ليزي قلت لهم بربي ابعثوا لهم عاونوهم ابعثوا لهم ايكيب فولون تمشي لهم باش يقايدوا. دونك اغزر 1000 عبد كان كل واحد يعمل مجهود وكل واحد يجيب 4 3 جار وخوه واخته ويمشي يتقايد وحاس نوصلوا لل 50 60 70% من المجتمع التونسي اللي عبر عن مقصوده. دونك لازم تمشي تقايد.